يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نذرت إن رزقت بوظيفة في بلد ما أن يكون أول راتب أدفعه لجهة خير، ومر علي أكثر من سنة ولم أوفي بنذري نظرا للديون، ولكن في نيتي أن أوفي به، فهل أنا آثم على التأخير؟ النذر واجب في ذمتك، وإذا أخرته لعذر فإنه لا بأس، معذور لا تأثم، ولكن النذر باقي دين في ذمتك يجب عليك أنك توفيه متى ما استطعت. نعم.